نتواجد اليوم أيها السادة والسيدات في قرية سيدي بوكر. قرية سيدي بوكر من المدن المغربية في شرق المملكة التي تعتبر من المدن أو القرى المنجمية إلى حد ما. اليوم أصبحت هذه المدينة غير مستغلة منجميا، ولكنها مدينة أو قرية أشباح كما ترى. زرناها ووقفنا على بعض المعالم التي كان لها صيت في الماضي. نبدأ بالسينما. هذه هي دار السينما، كما لاحظتم ما زالت تحافظ على معمارها. هذا هو شباك التذاكر، ونظرا للازدحام فقد خصص لها ممر من أجل اقتناء تذاكر الدخول. هذه هي السينما. وإلى جانبها كان هناك ما يسمى بالبار الخاص بالوافدين الأجانب. زميلي بوعمامة سيتحدث لكم عن السينما. طبعا القاعات السينمائية بالمغرب بصفة عامة دخلت مع المستعمر الفرنسي، وكانت أولى القاعات السينمائية بالمغرب في سنة 1907، والمستعمر الفرنسي استغل هذه الفترة في خلق قاعات سينمائية بمختلف المدن المغربية، ومن بينها المدن المنجمية، وذلك لعدم إحساس العمال والأهالي الفرنسيين من الوحدة والتوحد في طبعا في هذا المجتمع الجديد عليهم بالنسبة للفرنسيين. وبدأت تفيد على المغرب مجموعة من الأفلام السينمائية ذات الصبغة نوع سكوب بالأبيض والأسود، ثم الأفلام الويسترن، ثم الأفلام البوليسية الفرنسية على وجه التحديد. وكانت هذه القاعة السينمائية تستغل في الويكان أو نهاية الأسبوع، وخاصة من طرف الفرنسيين. أما المغاربة فكانوا طبعا لهم نظرة أخرى عن السينما، فهو عالم جديد ويسمى عندهم بالعجب أو صندوق العجب. فالسينما كانت بالنسبة للمغاربة هي قاعة سينمائية لها جميع وصفات الفرجة الجماعية، وكذلك يعني خلق تلك الأجواء الترفيهية في نهاية الأسبوع بعد أسبوع من العمل الشاق في المناجم. طبعا هذه هي الأهداف التي كانت تعمل عليها السلطات الفرنسية خاصة في المدن والقرى المنجمية. زميلي بوعمامة، ونعود إلى دار السينما بقرية سيدي بوكر المنجمية. متى تأسست متى تأسست هذه القاعة السينمائية، والفترة التي أغلقت فيها هذه القاعة، وما هي الأدوار التي كانت تلعبها هذه القاعة بالإضافة للعروض السينمائية؟ معنا ابن مدينة، تفضل أستاذ. معنا أستاذ من أبناء مدينة سيدي بوكر، الاسم الكامل ديالك زيان عبد الله. سي عبد الله الزياني غادي يحدثنا على تاريخ القاعة السينمائية في سيدي بوكر، وكذلك التاريخ ديال هذه القاعة السينمائية، وكذا الأدوار الطلائعية التي كانت تلعبها هذه القاعة السينمائية. تفضل أستاذ. شكرا سي بوعمامة. كان المسرح ما نساوش المسرح. نعم. كانت هناك خشبة، وكان مسرحيين الحقيقة منهم الرمضاني الله يرحمه. من أبناء مدينة. نعم. وكانت السينما خدامة بالسبت والحد، وكانت فرجة زعما متمتعين بها السكينة تبارك الله.
فوقاش سدت القاعة السينمائية أبوابها في وجه الجمهور بسيدي بوكر؟ هي في آخر سنة 1976 صافي دفعت فايت. شنو هي الأفلام اللي كانت تعرض في القاعة؟ نوعية الأفلام؟ ويسترن، أفلام عربية، ديك البقية تاع يعني كانت أفلام منوعة منوعة. حليم أطراش. نعم. وكيف كان الإقبال عليها؟ زين تبارك الله تبارك الله. كانت قاعة عامرة؟ طعمة. شحال كانت تقريبا من كرسي في القاعة السينمائية؟ كان فيها برومي وفوتاي وبالكو. فوتاي بالكو. شحال كانت ثمن التذكرة؟ احنا الوقيته اللي دخلنا لها 13 دور. 13 دور. ومن بعد ولات ب 22 حتى 40 دور. يعني جوج دراهم. جوج دراهم. درهم ونص. نعم. والى 65 سنتر. 65 سنتر. دوك الناس اللي كانوا يشتغلوا في القاعة السينمائية فين المآل ديالهم الآن؟ الأوبيراتور اللي كان يعرض الأفلام. توفى. توفى الله يرحمه. وأبناء هو يقول على رمضاني. رمضاني. كانوا مقبل عن يعني نصارى. نصارى هما اللي كانوا أوروبيين كانوا. كنت قلت لنا يعني سينما لو باري في باريس في وجدة استعنت بالآليات ديالها. أييه كانوا طابلو الفيلم اللي يجي هنايا عاد يفوت له. يعني سيدي بوكر كانت حاضرة مدينة يعني قائمة الذات قبل أن تكون مدينة وجدة بمعنى يعني يعني ثقافيا كانت نشطة. سيدي بوكر كانت نشطة ثقافيا. نعم. كانت العروض كانت السينما كانت المسرح. المسرح. كانت يعني الأسبوع كان موسيقى كانت. أيه. كان المسرح. نعم. كانوا حفلات. حفلات موسيقية. نعم. موسيقية نعم. شكرا جزيلا سيدي بارك الله فيك. الله يحفظك. شكرا جزيلا بارك الله فيك.